بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد. تحل علينا نعمته وبركته الآن وكل أوان وإلى ظهر الدور كلها أمين. أولا أهنئكم بتحية القيامة المجيدة، نقول لكم إخريستوس أنستي. طب كريست إز ريزن، المسيح قام. انتوا ليه ما بتردوش كقوي يعني بإخريستوس أفتنف؟ في الصوت جه من ورا المره دي. طبعا بكل اللغات بنحيي بعض بتحيه القيامه، لانه ان كان المسيح لم يقم فديانتنا باطله. فالقيامه هي فخر المسيحية، وهي بهجة المسيحية كلها. عشان كده النهاردة في الإنجيل بيبدأ بيقول لا تضطرب قلوبكم. بالقيامة ما عادش في اضطراب، لأنه إن كنتم قد قمتم مع المسيح فاهتموا بما فوق حيث المسيح جالس. اهتموا بما فوق لا بما على الأرض. فطالما اهتمامنا بالسماء هنضطرب على ايه؟ ناس بتضطرب على أمور المعيشة، عيلة هم كل حاجة في الدنيا على الأرض، المعيشة والسكن والأمور الحياة المختلفة. لكن اللي بيترقب السماء ما بيبقاش فاضي يضطرب بالحاجات دهيت. يقول له لا تخف أيها القطيع الصغير، لأن أباكم قد سر أن يعطيكم الملكوت. فإذا كان ربنا سر أن يعطينا الملكوت وأعطانا القيامة، هنضطرب ليه ونخاف ليه؟ أنتوا عارفين بعد قيامة المسيح وكل العطايا اللي ادهلنا أصبح الخوف خطية. يقول لا خائفون يدخلون ملكوت السماوات. لأن اللي بيخاف ويضطرب معناته أنه مش مؤمن بربنا، مش عايش القيامة. حتى هنا بيقول لا تضطرب قلوبكم، آمنوا بالله، آمنوا بالله وآمنوا بي أيضا. فالإنسان المؤمن هيضطرب ليه؟ أقصى حاجة الإنسان يضطرب ليها ويخاف منها الموت. الموت ده هو العدو اللدود للبشرية. والمسيح له المجد سحقه بموته، داس الموت وأعطانا القيامة. مين اللي بيخاف؟ اللي بيخاف اللي معاش القيامة. والقيامة دي بتتم على مرحلتين. ألف سفر الرؤية، طوبى لمن له نصيب في القيامة الأولى، فأنه ليس للموت الثاني سلطان عليهم. الله هي مش قيامة واحدة بس، لا، في قيامتين مرتبطين ببعض اتكلم عنهم ربنا يسوع المسيح قبل كده في إنجيل يوحنا. قال تأتي ساعة وهي الآن، مش لسه هتيجي، تأتي ساعة وهي ايه؟ الآن. فيها يسمع الأموات صوت ابن الله والسامعون يحيون. الساعة دي امتى؟ الآن. فيها يسمع الأموات صوت ابن الله والسامعون يحيون. دي القيامة الأولى وهنتكلم عنها. لكن نتكلم عن قيامة تانية في نفس
الفصل او في نفس السياق اللي اتقال فيه كده، قال تأتي ساعة فيها يسمع كل الذين في القبور صوته، فيخرج الذين صنعوا الصالحات إلى قيامة الحياة، والذين صنعوا السيئات إلى قيامة الدينونة. مين اللي هيسمع المرة دي؟ كل الذين في القبور، دي القيامة الثانية اللي هي بتأتي في اليوم الأخير. اللي له نصيب في القيامة الأولى ما يخافش بقى، يبقى مطمئن له نصيب في القيامة الثانية. ما هي القيامة الأولى اللي هي الآن؟ هل تأتي ساعة وهي الآن فيها يسمع الأموات صوت ابن الله والسامعون يحيون، اللي هي القيامة من موت الخطية بالتوبة والإيمان بالمسيح والثبات فيه والتطهر والتقديس بالتوبة والاعتراف والتناول من جسده ودمه، لأنه هو خبز الحياة. اللي يكون صاحي ويسمع صوت ربنا اللي بنسمعه كل يوم في الإنجيل، اللي بنسمعه في مواقف كتير في حياتنا وحاجات بنشوفها، اللي يسمع الصوت دوت ويستجيب يحيا. بس الشطارة اللي يسمع ايه الصوت ويستجيب، لان في ناس بتسمع وتقسي قلبها. عشان كده يقول لنا اذا سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم. فاللي يحيا مع المسيح هنا في القيامة الأولى يبقى فكره في السماء على طول. يقول إن كنتم قد قمتم مع المسيح فاهتموا بما فوق لا بما على الأرض. وطول ما أنا بهتم باللي فوق، الأرض دي هتبقى رخيصة عندي قوي، فمش هضطرب عشانها. هو ايه اللي بيجيب الاضطراب والقلق والخوف؟ امور الارض. بالعكس، ده يقول بيعوا امتعتكم واعطوا صدقه. ان اردت ان تكون كاملا فاذهب بيع كل مالك. طب اللي هيبيع كل ماله دوت هيقول هم حاجه بعد كده؟ مش شرط كل واحد هيعمل زي الأنبا أنطونيوس ويروح يبيع كل حاجة وهيدي، دي درجات. لكن على الأقل من جواه يبقى بايع. ممكن نستخدم أمور هذا العالم وكأننا لا نستخدمه. اللي يبين إن إحنا كأننا لا نستخدمه إن مفيش حاجة تنكد علينا. يقول أراكم فتفرح نفوسكم ولا ينزع أحد فرحكم منكم. طول ما الواحد ما بيضطربش ولا يقلق ولا يخاف من أمور هذه العالم، ده مؤشر حلو بيبين أنه رجاء في السماء. في موقف حلو قوي دايما أستشهد بيه، كان المتنيح أبونا بشوي كامل يقيس بيه روحانيات اللي قدامه شكلها ايه. كانت حكت الحياة صونيا أنجيل الموقف ده، بتقول أبونا اهتم ان يعمل بيت للمغتربات، وخلف نفس العمارة اللي هو ساكن فيها أجر لهم زي شقة ولا حاجة كان يقعدهم فيها عشان يبقوا تحت عينه على طول. فابونا يخرج طول النهار يلف في الخدمة، لكن مهما تأخر ومهما بذل جهد لازم كل يوم يطمئن عليهم. فالوقت بيبقى ضيق،
مش هيقدر يديهم وقت كبير، لكن كان عنده بقى ترمومتر كده بسيط وسريع يقدر يقيس بيه علاقة كل بنت بربنا. عارفين ايه هو الترمومتر ده؟ كان كل واحدة تيجي تسلم عليه يقول لها فرحانة، تقول له يا ابونا فرحانة، يطمئن عليها فرحانة فرحانة. لو واحدة قالت مش فرحانة او ما قالتهاش بفرح، هي دي بقى اللي يديها اهتمام ويقعد معاها، يعرف ان علاقتها بربنا في الوقت ده مهزوزة شوية، لان اللي يعيش مع ربنا يعيش في فرح في سلام، مفيش اضطراب. ياريت رسالة ربنا النهاردة بيقول لنا لا تضطرب قلوبكم. الواحد لو حس نفسه انه يضطرب يفوق لنفسه بسرعة، يشكر ربنا انه اداله فرصة يعرف نفسه على حقيقتها. احيانا بنفتكر نفسنا ان احنا مع ربنا بنروح الكنيسة ورايحين وجايين، لكن تبان في المحك ده بقى، تحصل مشكلة اي حاجة، انا هضطرب اقلق اخاف، ولا هتعامل معها بإيمان وسلامي لا ينزع مني. فكل واحد يقدر يعرف نفسه على حقيقتها، ما يخدعش نفسه. لو حس باضطراب وخوف وقلق، لا يلحق يصلح نفسه على طول ويصلح علاقته بربنا ويقرب منه. لا تضطرب قلوبكم، رسالة جميلة بيديها لنا النهاردة، وعدم الاضطراب هو السلام والفرح. يعطينا الله أن نفرح به وبقيامته وبالعشرة معاه. له كل مجد في كنيسته إلى الأبد، آمين.